بك من جديد استاذ عصام، زي ما قلت قبل ما نطلع الفاصل، يمتد الترحاب بك انت برضو في شخصك الكريم وباسرتك الكريمه، ويعد استقلال مجيد لك. الله يديك العافيه. داير نسرد شويه شكل الرياضه، ممكن يكون كان شكله كيف قبل الاستقلال، وقبل ما يعني تنال الدوله السودانيه شرف استقلالها المجيد، دايرين نشوف كيف كانت بتتم الممارسات الرياضيه والمناشط. هو الرياضة وبالتحديد كرة القدم ذكرنا من قبل أنها بدأت نشاط كرة القدم تقريبا سنة 1904 ببوري وبديم سلمان على حسب مواقعهم وسكنهم قربا وجوارا للإنجليز، منطقة بوري. منطقة بوري وديم سلمان. فاقتبسوها سكان هذه المنطقة لأنهم كانوا بيجوا ويتفرجوا عليها. وبعد ذاك أنه واصل بعد ذاك أنه خشت فيها المصالح الحكومية، فرغ المصالح الحكومية وجامعة غردون فيما بعد كلية غردون ما في بعد، وكان لها فريق قوي جدا، والفريق ده كان يعني منه لعيبة أمثال طلعت فريد وأمثال لعيبة يعني كبار. الكلام ده كان في جامعة غردون. في جامعة غردون. وكان في دوري الشركات بتتبارى في بعضها والمصالح الحكوميه بتتبارى في بعضها ويتباروا معاهم الفرق اللي انشئت، فهي فرق احياء. لكن وزاره الفرق اللي انشئت اثناء الحراك السياسي الحراك الوطني اللي هو ما بعد الاستقلال، لا ما قبل الاستقلال. قبل الاستقلال كانت حقبه قبل الاستقلال، ما هي ما ازدهرت متعلق بالدوري اللي ذكرته. ايوه صح. ايوه ازدهرت لما جاء الحراك الوطني واشتد. واصبح مركزه نادي الخريجين. لابد لنادي الخريجين ان تكون له فروع في الاحياء والاقاليم. صحيح. من اجل تنزيل سياستهم وتبعيلة فهنا تنافسوا شباب الخريجين لتأسيس أندية. والملاحظة الآن حتى الأندية التي أسست حاملة شعارات وأسماء لها مدلوليتها في الوقت الخريجين، وقت الخريجين، وتدل على النضال والكفاح وتناشد. جميل. طيب استاذ عصام، يعني لو احنا تكلمنا، انا ما داير اذكر عشان اديك اتفضل. طيب حقيقه يعني اذا انت تمعنت تماما في هذه الفتره تجد اسماء الفرق، تلقى مثلا التحرير. ايوه هذا ما قبل الحراك، التحرير قديم، التحرير لكن بدل اسمه. عندك التاج اللي هو التاج المصري، كويس. عندك كلها مدلولات سياسية. عندك الوحدة. عندك الرابطة. عندك الحرية. عندك الأحرار. عندك العالمين. عندك وادي النيل. وده الفريق اللي بنتمي له أنا، اللي هو شعار وحدة وادي النيل. هذه الأندية قامت برسائلها ونجحت نسبة لأنه كانت تدار عن طريق إدارة جادة. الإدارة كانت إدارة جادة لأنها اكتسبت خبراتها من الخدمة المدنية في الوقت ذاك، هي اكتسبتها وورثتها من الإدارة الإنجليزية.
عشان كده نجحوا نجحوا ونجحوا في في, في الرسالتين اللي هو الرسالة الممزوجة رسالة رياضية وهي سياسية في الخفاء في المضمون في المضمون ونجحوا بالمناسبة في الحقيقة ونجحوا كل الولايات يدمجون بها فبيبقى هنا أن الرياضة هي كانت متعانقة مع السياسة صح فبقى في نجاح رياضي وهذه الفترة يعني الأندية كانت قوية بقوتها ف تفضلي لو تكلمنا بشكل اخر يا استاذ عصام يعني احنا بنجي نتكلم عن مدينه مدرمان نعم بنتكلم عن الرياضه بشكل واسع وبشكل اكبر فمن خلال وجودك معنا احنا عايزين نتكلم عن شكل الرياضه في مدرمان وتاريخ دار الرياضه مدرمان وحتى الفرق اللي تنفذ دار الرياضه نعم دار الرياضه الجديده ما بعد الاستقلال نعم لا ده قبل الاستقلال ممكن ناخذهم من جانبين لا بد ان ناخذ الجذور ما أخذنا هسه الجزء لا لا ما هي قالت دار الرياضة مدرمان هي افتتحت سنة 1935 نعم هاي افتتحت سنة 1935 قبل بمباراة بمباراة كانت هي منتخب الخرطوم والخرطوم بحري كفريق ومدرمان كفريق لوحده مباراة كرة القدم كانت مباراة كرة القدم والنتيجه بقت طلعت كانت 2-2 تعادل لا ام درمان تزعل ولا بحري والخرطوم يزعل ايوه لكن ام درمان هي المشاركه الرياضيه في العمل الوطني يعني انا اقول لك النجاح الاداري كويس يعني بتجد انه أول مظاهرتين أو مظاهرتان سياسيتين رياضيتين خرجت من مدرمان واحدة خرجوا في وقت واحد من نادي الهلال والثانية من نادي الزهرة في بروف وقتها كان النشاط السياسي في نادي الزهرة في بروف اللي هم الأبروفيين المنتدى المعروف المشهور منتدى نعم. الأبروفيين بقيادة ناس خضر حمد والهادي إسحاق والهادي إسحاق وعبد الله مرغني يعني مجموعة عدد كبير يعني حسن وحسين أحمد عثمان وده كان شباب ذات حراك سياسي ورياضي في ذات الوقت ورياضي في نفس الوقت نعم. حتى ده كانوا بيسموا الفايبانز ده هو طبعا اسم مسمى على المنهجية بتاعت حزب العمال البريطاني نعم وهم كانوا صفوة دي كانوا دائما اعتماد على التنظير وعلى الفكر فدي الأبروفين هذه المظاهرة طلعت من نادي الزهرة وسموها الزهرة ذات اللي هي مش عشان الزهرة لكن هي لتفتق الزهرة في مراحلها لما تجي يتفتح هم كتنظيم جديد وماشيين بالتفتق البطيئ تفتق الزهره كويس المظاهره اللي طلعت من نادي الزهره وجو التقوا مع مظاهره الهلال في بالقرب من جامعه الخليفه ومن ثم مشوا الى نادي الخريجين من اجل حسن البرنامج الخطابي فدي والمريخ لم يكن بمعزل من ذلك كان مشارك أيضا ما هو مشاركة فعلية ما في لكن كل الأندية دي كانت بتعمل من أجل وكانت مقرات للمناضلين وكذا كويس وأدوار المختلفة أيضا يعني لو نجي على ما بعد الاستغلال أدوار الموجودة في دار الرياضة مدرمان من حيث منافسة ما بين الفرق وغيرها حدثنا عنها أيضا بمرور سريع
أم درمان هي نعم من 35 إلى 56، 56 هو افتتاح استاد الخرطوم. نعم. افتتح بمباراة هلال المريخ، والمريخ كان فايز فيها ب1-0، وجابوا لاعب كبير وشهير اسمه طلب مدني. الهدف. فالمدرمات هي الكرة نشأتها في الخرطوم. وانتقلت لأم درمان لأنه كانوا قائمين بالأمر الإداري في الفرق بتاعت أم درمان. أم درمانيين. نعم. بحت يعني بتجي، وبعدين في نفس الوقت سياسيين يعني بتجي ناس حمد الله صحيح. أحمد، وهيجي بتجي ناس أحمد قباني، أسماء لها مشاركة سياسية، بتجي ناس بابكر الديب. هؤلاء هم الناس فوراوي وفوراوي ده عنده موقف معروف ومشهور. ففوراوي ده هو من مؤسسي الهلال. لما المريخ انتقص في فترة من الفترات استاذ من ناس الهلال ومشى المريخ، بعد ما أنه عالج المشاكل في المريخ عاد إلى الهلال، لأنه قال ما في هلال بدون مريخ وما في مريخ بدون هلال. ده يدل على السلام والتكاتف لنحو نجاح للرياضة السودانية. ودي الأخلاق الرياضية. نعم. والرياضة ذاتها خلقت من أجل ذلك. أكيد. أي. فهم تلك كانوا ذاتهم أعضاء. غالبيتهم كانوا أعضاء، يعني بأبكر الديب على ما أظن هو أول كابتن للهلال مثلا كان عضو مؤتمر. دي كانوا أعضاء مؤتمر. بعدين كانوا ناس لهم وضعهم في الخدمة المدنية. والخدمة المدنية المسؤولة يعني أعلى درجات. وبيبقى كان في دعم لها. يعني ممكن الدعم الاقتصادي تفوق وظهور المريخ بعد ذاك، بعد ما كان اسمه مسالمة في 27 كويس 33 تحول للاسم. بعد كان مقترح اسم الأهلي ورفضوه مشجعين المريخ كويس. فالدعم كان من شخص فقط. نعم. نعم. بتجي تقل الهلال برضو كان في مثلا يعني منتدى الهاسباب كان غريب جدا للهلال، اللي هو بقيادة محمد أحمد محجوب ودعمته الدكتور عبد الحليم محمد وعرفات محمد عبد الله. بتجي يعني حتى المورده كان لها وضعها، كان لها سيادتها، وهي اول دوره كما ذكرت من قبل انه اول دوره اتلعبت شبه رسميه بين مناطق البحري والخرطوم وام درمان، وفازت بها المورده. اوكي. من خلال مشاركات أخرى نعود للوضع الرياضة السودانية الآن بالأخص كرة القدم، من رؤيتك كشخص معاصر لكرة القدم والرياضة السياسية من أعوام قديمة جدا، يعني حدثنا عن رأيك فيما يحدث في الرياضة السودانية وكرة القدم الآن. الرياضة السودانية هي إلى الستينيات هي كانت رياضة ممكن تنافس. ودي يعني وانا بفتكر زي ما ذكرنا شويه الرياضه اذا ما تبعتها اداره حقيقيه يعني ما بتمشي لقدام. ف يعني السودان لما اخذ الكاس بتاع 70 كانت هناك اداره حقيقيه، كانت هناك في حريه في الاختيار. انا قلتها وأن عبد الفتاح حمد طلع من مركزية هلال المريخ واختار بنفسه كويس. بتلقي الرياضة انتكست، جات النكسة الكبرى كمان في 76 كل الخبرات كويس والأعمار الرياضية الكبيرة خرجت شبابية وتبقت الأعمار الكبيرة. لما رجعوا الرياضة بيجا ديلك الرياضة نحن انت بتسرق الحاجة من ذاك بدعاية بتشوف كويس بتدرس ديما محاضرة التمرين من ذاك كبار بتجي تشوف تختبس منه جيد ممكن يوديك لقدام كويس. نعم. هنا بقى في جاب الرياضة لما رجعت تاني الأعمار الكبيرة مشت
خلتها اللي اعتزل اللي اعتزل المسعم اللي بيته وكذي صح شغال والملة وبيجوا الصغار ديل جوا الشباب الصغار كويس بيجوا في فراغ الفراغ قدامه القبضة يلحقوا فيه صحيح القب ما بتملي الا بخبرات الا تملي بدراسات ثانيه بشباب ناشي صحيح تكثف من دوري الشباب تدعم الشباب في دوريهم عشان تحاول تلحق صحيح اي قبل لحد يوم الليله ماشي نحن دايرين نمشي معك ملو. يا عم صلاح في, في 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 عديد من اللقاءات ان شاء الله تعالى في مقبل الايام الجايه لانه اللي انت بتذكر فيه والان ده تاريخ وتفاصيل دايرين نحن ذاتنا نخوض فيها بصوره اعمق واكبر من كده نحن شاكرين لك ولزمنك جدا والله يعني احنا عشان في ثاني عندنا يا ريت برمجه الليله يا ريت لو اي ما انا داير اقول لك يعني الاداره يعني مثلا يعني انت صحيح. انت الليله عبد الحليم 56 هو في الفيفا صحيح كويس تلقى مصباح الصادق هو رئيس لسيكافا عمر البكري ابو حراس رئيس لسيكافا وين احنا من الشخصيات دي صح الان يا صلاح بالمناسبه نعم. المخرج بيقول لي انه في حلقه خاصه حتتعمل لتاريخ الرياضة في السودان وإن شاء الله حتكون وما تحتاجه الرياضة السودانية الآن نحن ذاكر لي جدا يا أنا كنت دائر أتكلم عن الاستقلال أكثر من الرياضة ما مشكلة في المقبل إن شاء الله حتكون معك شكرا لك إحنا شاكرين لك جدا وشاكرين الله يديكم العافية شكرا لكم شكرا لكم نفس الحاجة اللي بدأنا بها هذه الحلقة باللحن الحصري من طه سليمان أكيد والجميلة إيمان الشريف إيمان الشريف بنقول لكم مع سلامة حلقة كانت مفعمة بالضيوف الجميلين في محاور وفقرات مختلفة سعيدين بكم جدا وسعيدين بكل الناس اللي كانوا بيشاهدونا من خلال هذه الساعات شكرا لك يا عبد العزيز مساء الخير عليكم تاني وبنمسي عليكم تاني أنا ودعاء فقرتنا الليلة انتهت ومشوارنا الليلة انتهى إلى ملتقى تاني في أمان الله أكيد إن شاء الله